بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا نرتقي الجزء السادس، بنكمل نحيا بالقرآن. نستضيف في هذه الحلقة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. أهلا بيك معالي الوزير. أهلا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك والله نورتنا ويعني أسعدتنا بهذا المعنى. كيف نحيا بالقرآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أولا بداية، هو عنوان محترم وجيد، وفعلا كيف نحيا القرآن؟ فن صناعة، علم صناعة الحياة، والأديان صناعة الحياة، وليست صناعة الموت كهذه الجماعات التي تقتل باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن بريئان من كل ذلك. فعلا هيا نحيا بالقرآن، ونقف عند آية فيها حياة، في قوله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا فعل المجرمين والقتلة والسفاحين والإرهابيين والمتطرفين. ولعظم حرمة النفس قال الحق سبحانه أنه من قتل نفسا بغير أي نفس، مؤمنة مسلمة غير مسلمة كافرة أيا كانت، أي نفس، قتل النفس أي نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا جزء نفهمه جميعا ونردده كثيرا. أما الجزء الذي يحتاج إلى وقفة والذي يتعلق بالسؤال الذي سألته، كيف نحيا بالقرآن، في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. حتة أنه أحيا الناس جميعا. دي جميعا يعني كلمة كبيرة أوي. صحيح. في نقطة تانية مهمة بقى وقفة، هل لأحد من الخلق يمكن أن يحيي النفس إلا الله عز وجل؟ إحياء الحقيقي، إحياء النفس بعد موتها، هو أمر خالص لله وحده سبحان الله. وكان معجزة من معجزات سيدنا عيسى أن الله عز وجل يعني أجر على يديه إحياء بعض الموتى على سبيل الإعجاز كتأييد له كإثبات أنه نبي مرسل عند الله عز وجل. لكن هل لأحد من الخلق الآن أن يحيي أو يدعي أنه أحيا أو يمكن أن يحيي الناس أي نفس؟ طبعا. لا يمكن. إذن المعنى ليس على حقيقته وإنما على معناه المجازي. طيب ما المقصود ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن حافظ على بقائها حيا؟ يا سلام. يعني طيب. بص بقى يعني ازاي؟ اذا كان النصف الاول من الايه المن قتل نفسا، يبقى اللي بيدفع عنها القتل كانه احياها، يعني يمنع عنها القتل. فكل من يواجه الارهاب سواء بقى من القوات المسلحه البسيطه، سواء بالمواجهه العسكريه او بالمواجهه الامنيه من الشرطه ام من المواجهه القضائيه بالقضاء أم من المواجهة الإعلامية بالإعلام أحياه. أو من المواجهة الدينية أو بالمواجهة الثقافية، كل من يدفع شرط الإرهاب فقد أسهم في إحياء النفس. حاجة تانية، كل من وفر للنفس شربة مياه نقية أو وفر لها الدواء. المبادرات بقى، وأنت تتحدث عن المبادرات الوطنية والمبادرات الإنسانية، مبادرات الإحياء 100 مليون صحة، مبادرة علاج مرضى فيروس سي، فهذه المبادرات القوية اللي بتوفر العلاج للنفس البشرية. صحيح. كل من يوفر لها علاجها وغذائها ودواءها وماءها النقي فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحياها لأنه أسهم في إحياء النفس. فعلاج النفس وتوفير العلاج، المخترعون الذين يخترعون الأدوية للأمراض المستعصية. صحيح. حاجة تانية، شبكة الطرق، عندما لا تكون الطرق معبدة وتكون الطرق غير سوية قتل نفس. تكسر الحوادث. قتل نفس. طب عندما تكسر الحوادث تقتل يعني صحيح. يقتل تزرق الكثير من الأنفس. عندما تقوم الدولة أو يقوم أي إنسان بتعبيد الطريق وتسهيله فبيقلل نسب الإيه؟ الحوادث. فتقل نسب الوفيات فكأنه أحيا. أحيا الناس. فكل من عبد الطريق أو وفر العلاج، معنى كبير، المبادرات العلاجية،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن رجلا كان يسير على الطريق فوجد غصن شجرة يؤذي الناس، فغصن شجرة يمكن تأتي سيارة فتنقلب فيموت الناس، لكن لما جنبها الحادثة. وجد رجلا جنب غصن شجرة فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. بل من أحيا نفسا أو أسهم في بقاء حيوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رجلا وجد كلبا يلهث من العطش فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي، فملأ خفه. هنا بقى في نقطة، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة، ده المعنى الظاهر. لكن عندما تتعمق لم يكن الماء على سطح البئر بحيث أن الرجل ملأ، لا، في رواية الحديث فخلع الرجل خفه. تخيل الموقف، شوف المشهد التصويري، فخلع الرجل خفه فنزل البئر فملأ الخف، موقف تصويري، فأمسكه بفيه. ليه أمسكه بفيه؟ النبي بيصور لأن لنا لأن المكان عميق، مش الراجل جعل، مش المية على السطح والراجل خلع خفه وملأ، ده نزل. ولم يكن من السهل أن يمسك بإيد ويطلع بالإيد التانية، لأن المكان لم يكن سهلا مستويا داخل البئر، بل احتاج أن يعتمد على كلتا يديه وكلتا رجليه. فالرجل ملأ الخف فأمسك الخف بإيه؟ بفمه، بفيه. فأمسكه بفيه وخرج طبعا، تخيل المشهد، فأمسكه بفيه حتى يتمكن من الصعود، أي أن الرجل خاطر بنفسه من أجل الحفاظ على حياة الكلب. فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. فإحياء النفس يكون بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء وشراب وحياة كريمة ومسكن ومأوى ومواصلات وطرق. هذا ديننا قائم على إيه؟ قائم على الإحياء، قائم على الحياة. ولذلك قالوا الدين فن صناعة الحياة لا فن صناعة الموت. يحيى في سبيل الله. وكل ما يأخذك إلى عمارة الكون وصناعة الحضارة وصالح البلاد والعباد والإنسان يأخذك إلى صحيح الأديان، وكل ما يأخذك إلى الفساد والإفساد والقتل والتخريب والتدمير يأخذك إلى ما يناقض الدين والقيم والإنسانية. طيب معالي الوزير، هنا يعني أصحاب الكرام عاشوا معنا كلمة نحيا بالقرآن، نظري وعملي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني وقيل عنه أنه كان قرآنا يمشي على الأرض وكان خلقه القرآن. في فرق بين الأجيال، الشباب موجودين في هذا الواقع الذي نحن فيه، كيف يعيش الشباب هذه الحياة التي كان يحياها أصحاب الكرام؟ هناك عوامل عديدة، منها الأسرة ومنها المسجد ومنها التعليم. والبداية تكون بالأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية ليست مسؤولية مادية بأن يجمع الوالد لأبنائه المال الذي يحتاجون إليه فحسب، ولكن هو مسؤول عن تأديبهم وتهذيبهم وتربيتهم مثل ما هو مسؤول عن الإنفاق عليهم. الخطاب الديني الرشيد الوسطي الذي ييسر ولا يعسر ويأخذ الناس إلى طريق الرشاد، الخطاب التعليمي والخطاب الثقافي والخطاب التربوي، دور مراكز الشباب ودور الثقافة، عملية تكاملية تأخذ بشبابنا إلى صحيح الأديان وإلى سماح الأديان. أما كيف كان الصحابة يحيون بالقرآن؟ لما سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقالت رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، أي كان يترجم القرآن ترجمة عملية في سلوكه، فصدقا ووفاء وأمانة ورحمة وعدلا وبرا وتكافلا. بمعنى نحيا بالقرآن، أي نجعل آداب وتعاليم وتشريعات وأحكام القرآن الكريم ضابطة في كل سلوك حياتنا وفي كل جنبات حياتنا، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل من التراحم ومن التكافل ومن الجود ومن الكرم، ومن أن يأخذ قوينا بيد ضعيفنا وغنينا بيد فقيرنا. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله عز وجل
قسم أقواط الفقهاء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غني، فإن وجدت فقيرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا لم يؤدي حق الله عليه. الله. يعني هنا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي يواجه الشباب مشكلة كبيرة جدا في فهم قصص القرآن أو في فهم معاني وتفسيرات وتفسير وعبارات القرآن الكلمات. ربما هناك في كتب كثيرة جدا زي ابن كثير أو ابن جرير أو ابن الأثير، هذه الكتب مطولة على الشباب، يعني نحتاج كيف نربط بين القصة القرآنية وبين الواقع المعيشي الذي يحياه الشباب؟ أولا أنا معك، قصص القرآن له تأثير كبير، فهو أحسن القصص وأجمل القصص وأعذب القصص وأصدق القصص، حيث يقول الحق سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص، ومن أحسن من الله قيل، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشعون أباهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحقيقة احنا لأجل هذا توسعنا فيما يعرف بالمدارس العلمية، وأنشأنا إلى الآن ما يقرب من 190 مدرسة علمية في مختلف المساجد الكبرى، في كثير من المساجد الكبرى، إضافة إلى 1000 ملتقى يومي رمضاني، وجزء منها يأتي في هذا الجانب. ولدينا أيضا مراكز الثقافة الإسلامية، مراكز الثقافة الإسلامية، نحو 30 مركزا للثقافة الإسلامية، وهدفها وخاصة من يدرسون في مراكز الثقافة الإسلامية نخبة من كبار العلماء المتميزين. أما في المدارس العلمية فركزنا على شباب علماء الأوقاف ليكونوا قريبين من الشباب، وجزء كبير من هذه الدروس يدور حول تفسير القرآن الكريم بما يشتمل عليه من قصص القرآن. ولكن نحن تأكيدا على ما ذكرت، وفي أن احنا نخرج للناس كتابا ميسرا، أخرج المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأصدر المنتخب في تفسير القرآن الكريم، المنتخب في تفسير القرآن الكريم في مجلد واحد بصورة يسيرة. جميل، ما شاء الله. خرج يا دكتور؟ خرج، ده منذ سنوات من قبل أن أتولى الوزارة، والكتاب موجود ويطبع ونجدد طبعاته، بل ترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والإندونيسية، ترجم إلى 10 لغات ما شاء الله، وينتشر انتشارا واسعا، وهو محمل إلكترونيا على موقع وزارة الأوقاف، ومتاح بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبملتقى الفكر الإسلامي أمام مسجد الحسين. فهناك المنتخب في تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف في مجلد واحد بلغة سهلة ميسرة يمكن الحصول عليه. وأيضا لعل الله عز وجل أن يأذن ونرتب لمجموعة معكم من شباب علماء الوزارة فيما يستقبل لتسجيل قصص القرآن بصورة عصرية. وعندما نتحدث عن قصص القرآن فإنما نتحدث عن أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص الحقيقة القرآن الكريم والقصص في السنة النبوية يمكن أن يكون زادا كبيرا في التثقيف الديني الصحيح بطريقة محببة إلى النفس ولا سيما إلى الشباب وإلى النشأ. طيب معالي الدكتور، هل تكرار القصص في القرآن، يعني في قصص اتذكرت مرة في قصص اتذكرت أكثر من مرة، هل ده تأكيد على إرساء القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع، ولا هل هو التفاصيل أكثر بين النبي وقومه؟ لا طبعا، هي كل قصة لها عظة ولها عبرة ولها رسالة ولها مجموعة من العظات ولها مجموعة من العبر. يعني قصة سيدنا نوح هود عفوا، في كل قصة من قصص القرآن الكريم فيها العديد من العبر والعديد من الرسائل، وما ذكر في أماكن متعددة يعالج الموضوع من زوايا متعددة تتكامل في جملتها في إبراز الصورة
الكاملة للقصة أو للحدث أو للمواد منها، وربما أضرب لك بنموذج أختم به حتى عندما يتكرر الأسلوب. ففي قصة سيدنا موسى عليه السلام، مرة تحدث القرآن الكريم عن عصا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، وفي موضع آخر قال فإذا هي ثعبان مبين. والحية معروفة بأنها صغيرة الحجم، قوية اللدغ والسم، والنابغة الذبيان يقول فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقعه. والثعبان ضخم الحجم. ولكن من يذهب إلى بيت الزواحف في حديقة الحيوان أو نحوها يجد الحية صغيرة لكنها تتحرك بسرعة وخفة، وهي قوية السم. لكن الإنسان العادي إذا ما لقي حية صغيرة ربما استخف بها لصغر حجمها، وظن أنه قادر على قتلها بضربة واحدة لصغر الحجم. أما الثعبان فهو ضخم الحجم، وعندما يذهب الإنسان إلى بيت الزواحف ويرى حجم الثعبان يأخذه يعني خضة معينة لأول وهلة، حتى لو رأى على شاشة التلفزيون ثعبانا ضخما فإنه يأخذ شيء من الوجل. ولكن عندما تلاحظ حركة الثعبان تجدها حركة بطيئة، فمن يتعامل مع فصيلة الثعابين الكبيرة يظن أنه ربما كان قادرا على الإفلات من الثعبان لبطء حركته. تصوير القرآن جميل. لكن سيدنا موسى عليه السلام عندما ألقى عصاه كانت في حجم الثعبان قوة وضخامة، ضخامة كأضخم ما يكون من الثعابين، ومع ذلك كانت في سرعة حية خفة ونشاطا. فلما نظر النص القرآني إلى جانب الضخامة قال فإذا هي ثعبان، ولما نظر إلى جانب الخفة والسرعة زوايا أخرى قال فإذا هي حية. نعم. ولما نظر الصحراء ووجدوا أن ما جاء به موسى لا يمكن أن يكون سحرا ولا يدخل في باب السحر، ألقي الصحراء ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا التناول بأساليب متعددة في مواضع متعددة، وفي سورة طه آمنتم له قبل أن آذن لكم، يأتي بكثير من المعاني البلاغية والإيمانية التي تحتاج إلى إبراز لنقف على جانب من عظمة القرآن الكريم. فهو كما قال عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني هو الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم جاءك من جهة معناه، إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب. ما أجمل أن نحيا بالقرآن ومع القرآن في شهر القرآن، آملين أن يرزقنا الله شفاعة القرآن والصيام، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام ربي منعته طعامه وشرابه فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته نومه وراحته فشفعني فيه، فيشفعان لصاحبهما يوم القيامة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصيام. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم الفضيل من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همنا وغمنا، واجعله قائدنا إلى الجنة لا سائقنا إلى النار، واجعله شفيعنا يوم الزحام، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا ممن يشربون عند الحوض
بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعل مصرنا آمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، واجعلنا ممن يحيا بالقرآن، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وكل عام وحضرتك وكل السادة المشاهدين بكل خير وتوفيق إن شاء الله. شكرا جدا لذوقك واستقبالك معالي الوزير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بيك في الدنيا والآخرة على خير. وكما استمتعتم أيها المشاهدين بهذا القدر البسيط من كلمة معالي وزير الأوقاف كيف نحيا بالقرآن، إن شاء الله نستكمل حلقات أخرى في معنى نرتقي الجزء السادس نحيا بالقرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.